السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة أبو هاجر التعليمية. إذا مرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة الحصص التي تقدمها القناة. في هذه الحصة سنقوم بتصحيح لنموذج الامتحان الوطني سنة 2010 علوم تجريبية. إذن دراسة متعلق بدراسة دالة. إذن التمرين وكالتالي إذا نعتبر الدالة العددية المعرفة على R بما يلي. لنعتبر الدالة العددية المعرفة على R بما يلي. الدالة fx تساوي fx تساوي 1 زائد 4 x exponential دو x. جري x تساوي 1 زائد 4 x exponential دو زيكس. إذا السؤال الأول، إذا سنقوم بالإجابة السؤال الأول والثاني نكتبه. السؤال الأول بين أن جي بريم دو إكس بين أن إذا واحد بين أن جي بريم دو إكس تساوي 4 عملية 2 إكس زائد 1 إكسبونسيال 2 إكس. أربعة 2 إكس بلس 1 إكسبونسيال 2 إكس. إذن السؤال الأول، إذن نجيب على السؤال الأول ثم نشوف السؤال الثاني. إذن السؤال الأول بين أن جي بريم دو إكس تساوي 4 دو إكس بلس 1 عامل لي دو إكس. إذن السؤال الأول جي لي إكس تساوي 1 زائد 4 إكس إكسبونسيال دو إكس. إذن جي بريم تساوي، إذن هنا المشتقات واحد هي صفر زائد، إذن هنا جداء دالتين، إذن الدالة الأولى والدالة الثانية، إذن إف بريم فوا إف، إذن إف بريم 4 إكس بريم إكسبونسيال 2 إكس زائد 4 إكس مشتقة إكسبونسيال 2 إكس بريم إكسبونسيال 2 إكس بريم. إذن تساوي 4 إكس بريم، إذن 4 إكسبونسيال 2 إكس زائد 4x في 2، إذن 4x في 2 إكسبونسيال 2x. إذن تساوي 4 إكسبونسيال 2x عامل هنا، إذن 1 زائد 2x، إذن هي 4 عامل 2x زائد 1 إكسبونسيال 2x. إذن جي بريم لإكسيدان. هذا السؤال الأول. إذا السؤال الثاني بين أن الجي تزايدية على المجال ناقص واحد على اثنان، بين أن الجي تزايدية على المجال ناقص واحد على اثنان زائد لا نهاية وتناقصية على المجال ناقص لا نهاية ناقص واحد على اثنان.
إذا هنا جي بريم تساوي 4 إكس بونسيل دو إكس واحد زائد دو إكس. إذا الإشارات للسؤال الثاني، إذا إشارة عندنا إشارة، إذا إشارة جي بريم لي إكس، إذا عندنا 4 عندنا إكس بونسيل دو إكس أكبر من صفر، إذا إشارة جي بريم هي إشارة واحد زائد اثنان إكس، إذا واحد زائد اثنان إكس، إذا عندنا واحد زائد اثنان إكس تساوي صفر، إذا واحد زائد اثنان إكس تساوي صفر، يعني أن إكس تساوي ناقص واحد على اثنان. إذا الحالة الأولى إكس أكبر من أو تساوي ناقص واحد على اثنان، إذا إكس، إذا اثنان إكس زائد واحد ستكون أكبر من صفر. إذا نجيب يعني جي بريم إكس أكبر من صفر، وبالتالي جي إكس تزايدية على المجال ده ناقص واحد على اثنان زائد لا نهاية. إذا الحالة الأخرى، إذا الحالة الثانية، إذا كان إكس أصغر من، إذا سنجيب هنا، إذا إكس أصغر من أو تساوي واحد على اثنان، لأن دوز إكس زائد واحد أصغر من أو تساوي صفر، وبالتالي جي بريم لي إكس أصغر من صفر، إذا جي لي إكس تناقصية على المجال ناقص لا نهاية ناقص واحد على اثنان. إذا السؤال الموالي بين أن الجد ناقص واحد على اثنان تساوي واحد ناقص اثنان على أ. إذا السؤال الأول جبنا السؤال الأول، قلنا جي بريم، إذا نترك النمر للسؤال الثالث، إذا هنا جي تزايدية على المجال ناقص واحد على اثنان وتناقصية على المجال ناقص لا نهاية ناقص واحد على اثنان. إذا نمر إلى السؤال الآخر، السؤال رقم ثلاثة، بين أن جي دو ناقص واحد على اثنان تساوي واحد ناقص اثنان على واحد ناقص اثنان على أو. إذا عندنا جي دو ناقص واحد على اثنان ثلاثة، جي دو ناقص واحد على اثنان، إذا نعوض، عندنا جي تساوي واحد زائد أربعة في ناقص واحد على اثنان إكسبونسيال اثنان في ناقص واحد على اثنان، تساوي واحد ناقص اثنان ناقص واحد، إذا تساوي واحد ناقص اثنان على أو، إذا جي دو ناقص واحد على اثنان. ثم تحقق أن جي دو ناقص واحد على اثنان أكبر من صفر، إذا ثم تحقق أن جي دو ناقص واحد على اثنان
أكبر من صفر. إذا لدينا الجذر ناقص تساوي واحد ناقص اثنان على أ، إذا تساوي إذا هنا أ ناقص اثنان على أ، إذا أ ناقص اثنان على أ أكبر من صفر وأ أكبر من صفر، إذا أكبر من صفر، إذا الجذر ناقص واحد على اثنان أكبر من صفر، إذا هنا ألف باء من ألف السؤال باء. السؤال باء يقول استنتج أن الجيل إكس أكبر قطعا من صفر لكل إكس منها، استنتج أن جيل إكس أكبر من صفر لكل إكس من F. إذا لدينا الجي، إذا إكس أكبر من واحد على اثنين، إذا الجي تزايدية، إذا باء جي تزايدية على المجال ناقص واحد على اثنان زائد إلى نهاية. إذا عندنا إكس أكبر من وتساوي ناقص واحد على اثنان، إذا جي إكس أكبر من جي لي ناقص واحد على اثنان، إذا جي إكس أكبر من جد ناقص واحد على اثنان، هي جد ناقص واحد على اثنان تساوي أ ناقص اثنان على أكبر قطعا من صفر، إذن جي ناقص اثنان أكبر قطعا من صفر. لدينا قلنا أكبر من جي ناقص اثنان أكبر قطعا من صفر، وبالتالي جي إكس أكبر قطعا، إذا هنا أكبر تساوي جي ناقص واحد على اثنان أكبر قطعا من صفر، بالتالي جي إكس أكبر قطعا من صفر. نرى الحالة الأخرى، عندنا جي تناقصية على المجال ناقص لا نهاية ناقص واحد على اثنان، ناقص لا نهاية ناقص واحد على اثنان، إذا إكس أصغر من وتساوي ناقص واحد على اثنان، بماذا الدالة التناقصية؟ فإن جي لإكس أكبر من جي لناقص واحد على اثنان، وبالتالي جي لإكس أكبر من يكون جي لناقص واحد على اثنان، والجي لناقص واحد على اثنان أكبر قطعا من صفر، بالتالي جي لإكس أكبر من قطعا من صفر لكل إكس من ناقص واحد ناقص لنهاية ناقص واحد على اثنان، إذن واحد إذن جي لإكس أكبر من وتساوي صفر لكل إكس من ناقص لنهاية ناقص واحد على اثنان، ولكل إكس من ناقص واحد من ناقص لنهاية واحد على اثنان. إذا من العلاقة عندنا الأول أنها تزايد، بما أن عند كل إكس أكبر من تساوي ناقص واحد على اثنان أكبر من صفر، ولكل إكس أصغر من تساوي ناقص واحد على اثنان أكبر من صفر، إذا بالتالي إذا جي إكس أكبر قطعا من صفر لكل إكس من R. إذن نمر السؤال الموالي، إذن نمر الجزء الثاني من التمرين.
نتبنى دانا جيلي إكس نصوب جيلي إكس لدانا تساوي واحد زائد أربعة إكس إكسبونسيال ديز إكس جي بريم لي إكس تساوي أربعة دوز إكس بلس أن إكسبونسيال ديز إكس. قلنا جيلي إكس أكبر قطعة من المسافة ديال جيلي إكس أكبر قطعة من المسافة لكل إكس مين والجيلي ناقص واحد على اثنان جي لي ناقص واحد على اثنان تساوي إذا كلك سوا إكس أبارتونون أر جيلي ناقص واحد على اثنان تساوي واحد ناقص اثنان على واحد. هذا بالنسبة للجزء الأول. إذا نمر إلى الجزء الثاني الجزء الثاني من التمرين الجزء الثاني نعتبر لتكون في الدالة العددية المعرفة على أربعين ميل لتكون F الدالة العددية المعرفة على R بميل F لX تساوي 2X plus 1 إذن 2X moins 1 2X moins 1 exponentielle 2X 2X moins 1 exponentielle 2X plus x plus 1 c المنحنى اذا c المنحنى اذا c والمنحنى المنحنى الممثل اذا c المنحنى الممثل ل f في معلم متعامد ممنظم إذا C هو أبريزونتاسيون غرافيك إذا التمثيل المبياني للدالة F بحيث إي تساوي جي نأخذ إي بعد إي تساوي جي المنظم إي تساوي جي تساوي 2 سنتيمتر. إذا السؤال الأول وحسب ليميت إف لإكس إكس تأول إلى زائد لا نهاية وحسب ليميت إف لإكس إكس تأول إلى زائد لا نهاية وبين أن ليميت اف ليكس في موان لانفيني إقال موان لانفيني ليميت اف ليكس ليكس طنبير موان لانفيني سير موان لانفيني. إذن تذكير نذكر اي إكسبونسيال اي دي إكس ليميت ليكس طنبير موان لانفيني إقال زيرو. إذا نجيب على السؤال الأول ثم نمر إلى السؤال الثاني. السؤال الأول أحسب ليميت إف لإكس إكس تنفير بلس لانفيني إذا ليميت إف لإكس إف لإكس إكس تنفير بلس لانفيني إذا لدينا إكسبونسي 2x موان زان ليميت 2x موان زان ليميت 2x موان زان إكس تنفير بلس لانفيني إقالا بلس لانفيني ليميت إكسبونسي 2x إكس تنفير بلس لانفيني إقالا بلس لانفيني دونك ليميت x plus 1
x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. بالتالي limit f لي x x تؤول إلى زائد النهاية égale 2x moins plus l'infini fois plus l'infini plus l'infini égale plus l'infini. Donc égale plus l'infini. La limite flex x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. نمر إلى الشرط الثاني. إذن عندنا هنا 2x moins x moins 2x plus l'infini plus l'infini c plus l'infini. Donc limite flex limite x tend vers moins l'infini. Donc égale limite 2x 2x exponentielle 2x moins exponentielle 2x plus x plus 1. Donc n'est-ce pas i de x i se servit de x et d'un x tend vers moins l'infini et la u tend vers moins l'infini. Donc limite 2x exponentielle 2x égale à 0. Égale à 0. Exponentielle x moins l'infini égale à 0. Limite exponentielle moins x, x tend vers moins l'infini égale à 0. Donc limite fx égale à, égale à limite de x plus 1 c moins l'infini. Limite x plus 1 x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Alors limite f de x, limite f de x, limite f de x x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. Donc limite de x, limite f de x, x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. De même, on a le sujet le tien. Le sujet le tien. بين أن f prime de x تساوي g de x لكل x من R. بين أن f prime de x تساوي g de x لكل x من R لكل x من R. واستنتج وثم استنتج أن الدالة f تزايد يقطع على R. ثم يستنتج أن الدالة f تزايدية قطعا على R. إذا نجيب على هذا السؤال لدينا f بريم. إذا f x تساوي 2x موان زان اكسبوند 2x. إذا f بريم السؤال الثاني دلنا هنا f فوا g. إذا f بريم g g فوا g بريم f. إذا 2x موان زان f بريم x تساوي 2x موان زان بريم اكسبونونسيال 2x بلوس 2x موان زان exponentielle 2x prime زائد إذن المشتقة ديال x زائد واحد x زائد واحد prime إذن تساوي 2x موان زان
2 exponentielle 2x, 2x moins plus 2x moins 1 fois exponentielle 2x prime. 2x exponentielle 2x prime, il y a 2 exponentielle 2x plus 1. Donc égal 2 exponentielle 2x plus 2x 2 fois de c'est 4, 4 4x exponentielle 2x moins 2 exponentielle 2x plus 1. Et dans moins 2 plus 2 égale donc égale 4x exponentielle 2x plus 1. Donc il y a f, il y a g, x, tu sais, oui, g, x, f prime, x, tu sais, oui, g, x. Ce mot s'intitule, on a dit là, tu sais, il y a un tumrin, on a fait un seul à l'aul, on a fait un g, x, à quoi il y a un seul à tumrin. Un juste à l'aul, il y a un tel à tabac, il y a un. ثلاثة ب جي إكس أكبر من صفر، إذن إف بريم إكس أكبر قطعا من صفر، وبالتالي إف إكس تزايدية قطعا على إر، إذن إف تزايدية قطعا على R. إذن نمر إلى الشق الثاني. إذن السؤال الثالث، أحسب إذن ألف ثالثا، أحسب ليميت إف لي إكس سير إكس واستنتج أن السياق يقبل فرعا شان جميع في اتجاه محور الأراضي. أحسب ليميت إف لي إكس سير إكس بلس لانفيني. نمر على السؤال التالي. السؤال التالي، احسب ليميت اف لإكس سير إكس بس لانفيني واستنتج أن f تقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراضي. إذن f بريم تساوي g x، إذن لدينا f بريم f بريم لي x تساوي g لي x. عندنا ليميت اف لي اكس بلس لانفيني ايكال بلس لانفيني، ليميت اف لي اكس اكس طون فير موان لانفيني ايكال موان لانفيني. دونك تلاتة الف، تلاتة الف. اذا نحسب ليميت اف لي اكس سير اكس، اذا اف لي اكس سير اكس أولا f لي x sur x إيكال 2x moins 1 sur x exponentielle 2x plus x plus 1 sur x. Donc limite f لي x sur x x tend vers plus l'infini
égale limite 2x moins 1 sur x, x tend vers plus l'infini, fois limite exponentielle 2x plus limite x plus 1 sur x, x tend vers plus l'infini toujours, plus l'infini. Donc limite 2x moins 1 sur x égale 2. Limite exponentielle de x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Limite x plus 1 sur x égale à 1. Donc égale plus l'infini. Et de limite f(x). Limite f(x) sur x sur plus l'infini. X tend vers plus l'infini. Et then f تقبل فرعا شل جميعا في اتجاه زائد لا نهاية. إذا تقبل فرعا شل جميعا في اتجاه زائد لا نهاية. إذا نمر إلى سؤال باء. إذا باء احسب ليميت اف اكس موان اكس بلس 1 واستنتج ان مستقيم الدلتا الذي معادلته اكس اكس مقارب مائل للمنحنى. قلنا احسب ليميت اف اكس ناقص اكس زائد واحد اكس ناقص لا نهايه واستنتج ان الدلتا الذي معادلته اكس تساوي اكس زائد واحد مقارب مائل للمنحنى بجوار ناقص لا نهايه. اذا قلنا اف تقبل الفرعين شل جميعا. اذا نحسب اف اكس ناقص اكس زائد واحد ليميت اف اكس ناقص اكس زائد واحد x تؤول إلى زائد لنهاية ناقص لنهاية. إذا عندنا f x تساوي 2x. إذا ليميت f 2x ناقص 1 إكسبونسيال 2x زائد x زائد 1 ناقص x زائد واحد. إذا x زائد واحد ناقص x زائد واحد صفر. إذا x تؤول إلى ناقص لا نهاية تساوي ليميت x تؤول إلى ناقص لا نهاية 2x إكسبونسيال 2x ناقص ليميت إكسبونسيال 2x x تند vers moins l'infini. Il y a u, ça va être u de x, u, et x, tu as eu la et x. On a x, tu as eu la sorte, et x, tu as eu la naqis, la nihaya, aïda. Et la limite x, tu as eu la naqis, et x, exponentielle de x, tu as eu la sorte, exponentielle de x, x, tu as eu la naqis, la nihaya, tu as eu la sorte, aïda, et la nihaya, tu as eu la sorte. إذا ليميت اف اكس ناقص اكس زائد واحد تساوي صفر. بالتالي إذا إيكغاي تساوي اكس زائد واحد مقارب مائل لسي بجوار ناقص لا نهاية. إذا مقارب بجواري ناقص لا نهاية. إذا إيكغاي تساوي اكس x زائد واحد مقارب بجوار ناقص لا نهاية. y تساوي x ناقص واحد مقارب بجوار
ناقص لا نهاية. نمر إلى السؤال الموالي. السؤال الموالي: حدد زوج أحداثيات نقطة تقاطع الدلتا و سي. حدد دجي ثلاثة دجي. حدد زوج إحداثيات تقاطع سي و دلتا. ثم بين أن المنحنى سي يوجد تحت المستقيم دلتا. ثم بين أن المنحنى سي يوجد تحت دلتا في المجال. إذا يوجد تحت دلتا في المجال ناقص لا نهاية واحد على اثنان ناقص لا نهاية واحد على اثنان وفوق المنحنى في المجال. إذن واحد على اثنان زائد لا نهاية. إذن تقاطع سي و دلتا. سي تقاطع دلتا. هنا نحدد تقاطع دلتا. إذا عندنا إيكغيك تساوي إكس زائد واحد و إف لي إكس. إذا إيكغيك أيضا إيكغيك إف لي إكس. إذا إيكغيك تساوي دوز إكس موانز إكسبونونسيال دوز إكس بلس إكس بلس 1. إذا انطلاق المعادلتين عندنا هنا دوز إكس موانز إذا الفرق إذا دوز إكس ناقص واحد إكسبونونسيال دوز إكس تساوي صفر. إذا عملية الفرق إذا عندنا إكسبونونسيال دوز إكس تخالف صفر. إذا دوز إكس موانز تساوي صفر وبالتالي x تساوي واحد على اثنان. إذن f لواحد على اثنان f لواحد على اثنان تساوي إذن اثنان في واحد على اثنان. إذن اثنان في واحد اثنان في واحد على اثنان ناقص واحد إذن نعود مباشرة قبل هنا. إذا هنا إيكغيك تساوي إكس زائد واحد ناقص إذا إيكغيك إذا إف لواحد على اثنان تساوي إيكغيك. إذا هنا تساوي واحد على اثنان زائد واحد تساوي ثلاثة على اثنان. إذا زوج إحداثيات تقاطع زوج إحداثيات تقاطع سي والدلتا هي واحد على اثنان ثلاثة على اثنان. إذن واحد على اثنان ثلاثة على اثنان. إذن تقاطع السي والدلتا. إذن السي عندنا السي تقاطع الدلتا. عندنا إحداثيات عندنا نقطة إحداثياتها واحد على اثنان ثلاثة على اثنان. إذا نمر إلى السؤال الموالي. بين أن
Y تساوي في معادلة مستقيم المستقيم المماس للمنحنى السلسة بين أن Y رابعا بين أن Y تساوي X معادلة المستقيم المماس لل-C في النقطة صفر. إذن Y إذن أربعة إذن Y تساوي F بريم دو صفر X ناقص صفر زائد F دو صفر. إذن F بريم دو صفر إذن F بريم X تساوي جي X إذن F دو صفر إذن واحد زائد أربعة في الصفر إذن هنا الصفر إذن تساوي واحد. إذن F دو صفر تساوي واحد إذن هي إكس إذا صفر في واحد في إكس هي إكس زائد إف دو صفر. إذا إف دو صفر عندنا هنا إذا اثنان إف دو صفر سنكتب إف دو صفر. إذا إف دو صفر عندنا اثنان في صفر هي صفر. إذا ناقص واحد إكس كونس دو صفر هي واحد تتعود تعال هنا. إذا إف دو صفر تساوي صفر ناقص واحد إكس كونس دو صفر زائد واحد تساوي ناقص واحد زائد واحد تساوي صفر. إذا إف دو صفر تساوي صفر. بالتالي Y تساوي إكس إذا هي معادلة المماس في النقطة صفر. إذا المماس نسميه تي. إذا المماس تي Y تساوي X. إذا باء بين أن المنحنى السي نقطة انعطاف أصولها ناقص واحد على اثنان. بين أن المنحنى السي بين أن المنحنى السي إذا أربعة باء إذا ألف باء بين أن المنحنى السي نقطة انعطاف بين المنحنى السي نقطة انعطاف وفصولها ناقص واحد على اثنان. إذا بين قوسين مطلوب غير مطلوب تحديد نقطة الانعطاف. إذا النقطة الانعطاف غير مطلوب تحديدها. إذا عندنا تي Y تساوي X. إذا هنا نقطة الانعطاف غير مطلوبة. إذا عندنا F بريم لـ X تساوي جي X. إذا F بريم لـ X F سكوند X تساوي جي بريم لـ X تساوي أربعة دوز X بلس أم إكسبونسي دوز إكس. إذا عندنا أربعة تنعدم. إذا هنا إذا إف سوبون إذا إف بريم إكس تساوي صفر. يعني أن عندنا أربعة دوز إكس بلس أم إكسبونسي دوز إكس تساوي صفر. إذا إكسبونسي دوز إكس تخالف صفر. إذا 2x plus 1 تساوي صفر. يعني أن x تساوي ناقص واحد على اثنان. إذا كما سبق رأينا بأن جي بريم تنعدم في تنعدم. إذا f sub 1 عندنا x أكبر من تساوي ناقص واحد على اثنان. إذا عندنا f sub 1 dx أكبر من تساوي صفر. x أصغر من أو تساوي ناقص واحد على اثنان. f سكوند x أصغر من تساوي صفر. إذن f سكوند تنعدم f سكوند تنعدم في ناقص واحد على اثنان وتغير إشارته. إذن بالتالي إذن ناقص واحد على اثنان
إذا السي يملك نقطة انعطاف، إذا السي يملك نقطة انعطاف، هنا السي يملك نقطة انعطاف مفصولها ناقص واحد على اثنين، وغير مطلوب تحديد نقطة الانعطاف. ثم نمر إلى السؤال الموالي. أنشئ الدلتا والسي والتي والمنحنى السي في المعلم، أنشئ الدلتا والتي والسي في المعلم. إذن عندنا هنا إذا المعنى قلنا أن إي تساوي 2، إذا إي إذا جي إي، إذا عندنا هنا واحد اثنان، إذا هنا اثنان من او اي جي اكس بريك، اذن اكس اف ليكس اذن اي بريك، اذن هنا ناقص واحد على اثنان، هنا واحد ناقص واحد، هنا ناقص واحد. اذن انشا اولا الدلتا، اذن الدلتا هو المقارب المائل اكس تساوي إكس زائد واحد، إكس تساوي إكس زائد واحد، إذن إكس تساوي إكس زائد واحد، إذن إكس تساوي صفر، إذا كانت إكس تساوي صفر فإن إكس تساوي واحد، عندنا صفر واحد للنقطة الأولى. إذا قمنا بإعطاء إيكغيك تساوي صفر، إيكغيك تساوي صفر، إذن إكس تساوي ناقص واحد. لنقوم بالرسم. عندنا هنا دلتا ثم تي إكغيك تساوي إكس، إذن يمر بثابت ناقص واحد على اثنان ناقص واحد على اثنان، الصفر هو صفر. إذن إكغيك تساوي إكغيك تساوي إكس. ثم إذا عندنا إنشي سي، إذا عندنا النقطة قلنا سي تقاطع دي واحد على اثنان، ثلاثة على اثنان، إذا هنا عندنا مماس، إذا هنا مماس، واحد على اثنان، ثلاثة على اثنان، إذا واحد على اثنان، ثلاثة على اثنان، تقاطع دي و السي، واحد على اثنان، ثلاثة على اثنان، إذا عندنا واحد على اثنان، ثلاثة على اثنان، إذا هنا واحد، إذا انتبه، إذا عندنا إذا نمر إلى رسم السي. إذا قلنا السي يملك في تقبل فرعا تدعم في اتجاه زائد لا نهاية، وعندنا إكغيك تساوي إكس زائد واحد مقارب بجوار، إذا هنا مقارب
مائل عندنا المقارب، مائل هنا مقارب مائل، وهنا عندنا لأنه مقارب بجانب ناقص، هنا عندنا مماس في النقطة سافة أساس نقطة انعطاف عندنا في ناقص بعد الاثنين عندنا غير مطلوب، وهنا عندنا اتجاه محور الأباصير هو فرع شلجين، لأن يجب أن نرسمها بشكل مضبوط. هنا فرع شل جامي، إذن هنا واحد على اثنين، هنا ثلاثة على اثنين، إذن يجب أن تقوم بقياسات مضبوطة كي تجدون، إذن هنا واحد على اثنين، ثلاثة على اثنين من نقطة التقاطع. قلنا بأن تحت المماس إلى تحت الدلتا في المجال ناقص واحد على اثنين، وفوق المماس. إذا نمر إلى السؤال الموالي، أنشأ الدلتا تيتا، قمنا بإنشاء الرسم. إذا السؤال الموالي باستعمال مكملة بالأجزاء بين أن نبين أن إذا السؤال خمسة، إذا خمسة هو الرسم، السؤال ستة باستعمال مكملة بالأجزاء احسب إذا صفر واحد على اثنين، اثنين إكس ناقص واحد exponential 2x dx قلنا سوف باستعمال مكملة بالأجزاء 2x ناقص 1 exponential 2x نبين أن تساوي واحد ناقص أو على اثنين، تساوي واحد ناقص أو على اثنين، لنعتبر إلو إكس تساوي اثنان إكس ناقص واحد، إذن إو أنا في، إذن في بريم إكس تساوي إكسبونسيال دوز إكس، إذن هذا يعني أن إو بريم تساوي اثنان في اكس تساوي اكسبونسيال 2x سور 2. اذا المكملة بالاجزاء نطلع المجال اي تساوي اذا مكملة بالاجزاء هنا يعني اي في اذا اي 2 اكس ناقص 1 فوا في اذا في اكسبونسيال 2x sur 2 entre 0 et 1 demi ناقص u prime fois v d'un 2 exponentielle 2x sur 2 dx et d'un safri la 1 à la 2 et d'un tu savi et d'un huna 2x fi 1 à la 2 et d'un 2 fi 1 à la 2 ya 1 ناقص 1 واحد ناقص واحد إكسبونونسيال إثنان، إذن إكسبونونسيال واحد دل عليهم هنا، إذن إكسبونونسيال واحد كل على إثنان، إذن هذه تساوي صفر بصفة عامة، ناقص نعود صفر إثنان في صفر صفر، إذن ناقص واحد، إذن ناقص مع ناقص إذن زائد واحد مضربة في إكسبونونسيال صفر على اثنين، إذن إكسبونسيال صفر هو واحد، إذن هي واحد على اثنين ناقص عندنا هنا
expansive de x دالة أصلية هي expansive de x sur 2 دان صفر واحد على واحد على اثنان. إذا نعوض هنا نقولنا e هي واحد على اثنان ناقص. إذا هنا e اثنان في اثنان في واحد على اثنان الكل على اثنان ناقص. إذا ناقص ناقص إذا زائد صفر على اثنان هي واحد. إذا هنا صفر في هذا الجانب إذا إي تساوي إذا إي تساوي واحد على اثنان زائد واحد على اثنان هي واحد ناقص أ على اثنان. إذا نمر إلى السؤال الأخير. بين أن مساحة الحيز المستوى المحصور بين سي و تي إذا مساحة الجزء المحصور بين سي و والمستقيم تي المستقيم تي المستقيم تي المماس لمحنى سي والمستقيمين اللذان معادلتهما x تساوي صفر x تساوي صفر و x تساوي واحد على اثنان هي. إذن نبين أن المساحة المحصورة بين المستقيم C و T سؤال. بين أن مساحة حيز المستوى المحصور بين المستوى C والمستقيم T مماس لمنحنى C والمستقيمين الذي معادلتهما x تساوي صفر و x تساوي واحد على اثنان هي ستة ناقص اثنان سنتيمتر مربع. إذا بصفة عامة هنا S تساوي اللي هي الانتجرال من صفر واحد على اثنان اف لي اكس ناقص اكس. اذا اف لي اكس ناقص اكس اذا اثنان اكس ناقص واحد اكسبونسيال دوز اكس بلس اكس بلس ان ناقص اكس دي اكس. اذا عندنا هنا تساوي الانتجرال زر ان دمي دوز اكس موانز ان اكسبونسيال دوز اكس بلس ان. اذا عندنا هنا دوز اكس موانز ان دوز اكس بلس ان موجبة. اذا هنا تساوي إذا S تساوي الانتجرال زيرو ان دومي دوز إكس موانز ان دوز إكس موانز ان إكسبونسيال دوز إكس. دائما لا ننسى أنه يجب أن نضربها في الوحدة لا في كادر سنتيمتر مربع لأن عندنا اثنان سنتيمتر اثنان إي تساوي اثنان و جي تساوي اثنان اثنان اكس دي اكس دائما في اربعة سنتيمتر مربع. اذا اثنان اكس ناقص واحد اكسبونسيال اكس سبق حسابتها لقينا واحد على اذا هذا الجزء واحد ناقص على اثنان زائد اذا الدراسة هي الاكس هي اكس من صفر و واحد على اثنان الكل مضروب في أربعة سنتيمتر مربع. إذا عندنا تساوي واحد ناقص أو على اثنان زائد إذا واحد على اثنان الكل
الكل مضروب في 4. إذا 1 زائد 1 على 2 هي 3 على 2 وتساوي 3 على 2 دلتا، إذا تساوي 3 على 2 ناقص أو على 2 مضروبة في 4 سنتيمتر مربع. 4 في 3 إذا نقصد بـ 2 تساوي 6 ناقص 2 أو سنتيمتر مربع. هذا ما يجيبه المطلوب تحديده. إذا نشكركم على حسن استماعكم على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.